السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه. كنرحب بالمتتبعين ديالي القدام والجداد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى تعجبكم القناه ديالي وكنتمنى يعجبكم المحتوى اللي كندير. الى عجبتكم فما عليكم الا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هذا الجينواز بجميع الاسرار، فما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وبلا ما نطول عليكم، بقوا معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. على بركة الله، اليوم غنشارك معكم جميع الأسرار ديال الكيك أو الجينواز، داكشي كامل اللي كندير اللي كنستعمل والطرق اللي كنستعمل باش ينجح معايا الكيك. اليوم إن شاء الله غنشاركو معكم، ما عليكم غير تبعوني حتى النهاية باش ينجح معكم هاد الجينواز. اول حاجه البنات كنحتاجوا لهاد الميزان، هذا ضروري البنات يكون عندكم ميزان كما كتشريو لاطا او كاع اللوازم ديال الحلوه، شريو معكم الميزان ضروري خصكم تشريوه لانه مهم باش ينجح معكم الوصفه ديالكم. اول حاجه كما كتشوفوا البنات، خديت البيض، هنا عندي خمسة البيضات، هنا البنات عندي البيض يكون كبير، عندي خمسة البيضات. الى عندكم البيض صغير ديرو 6 كما كتشوفوا، درتو في الماء دافئ. هاد الطريقه من البنات اللي هي معتمده عندي، ديما كنديرها خصوصا في الشتاء، ضروري تستعمل هاد الطريقه هذه البنات باش ينجح معكم الكيك. دابا غنخليه جانبا، وهنا غادي ناخذ الميزان كما قلت لكم، غنعبر هاد المكونات هادو، اصلا عبرتهم من قبل، المهم غنعاود العبار معكم. هانتوما كما كتشوفوا، اول حاجه كنحطوا الميزان ديالنا وكنشعلوا، هانتوما كنديروا الكاس ديال العنبه كما قلت لكم، كناخذوا العبار ديالو بحال الطريقه هذه البنات. كنستعملي معكم هاد الطريقه ديال العبار غير على حسب المبتدئات اللي ما كيعرفوش، غنوريكم الطريقه وسمحوا لي واخا طولت عليكم شويه. هانتوما كنحيدو الكاس اللي عبرنا، خصو يكون خاوي. ودابا غنبداو نعبرو، عندنا هنايا كاس العنبة ديال الدقيق ما يعادل 100 غرام. هانتوما البنات ديجا عبرتو، وغنزيد عليه كاس معمرش ديال الدقيق ديال العنبة كما قلت لكم، ديال الدقيق عفوا، هانتوما 80 غرام، يعني في المجموع عندنا 180 غرام ديال الدقيق. وعندي كاس وربع ديال السنيده، هانتوما البنات غنعبروا كما كتشوفوا، عندنا 150 وهذا ربع البنات فيه 30 غرام كما كتشوفوا، في المجموع 180 غرام. وهنا عندي واحد 3 معالق ديال نشا او ميزينا ما يعادل 30 غرام، انا غنعبرها معكم. هانتوما البنات ضروري عاوتاني خصنا نحقيو الميزان يجي هو هذا كما كتشوفوا، عندي اللي بحال هكايا، ومن بعد غنحيدها. هانتوما البنات كما كتشوفوا عندي 30 غرام ما يعادل 3 المعالق. وهنا البنات عندي واحد الساشي ديال الفاني، واحد الخماره. هنا البنات ضروري خصكم تستعملوا الخماره خصوصا المبتدئات اللي باقي ما عمرو جربوا الجينواز، من الاحسن تستعملوا الخماره هكا باش ما يتفشش معكم الجينواز ديالكم وتحصلوا على نتيجه زوينه. وهنا البنات كما كتشوفوا هاد النشا هادي حتى هي راه كتعطي داك القوام ديال الكيك، كيجي خفيف. الا متوفر عندكم استعملوها، الا ما متوفرش ماشي مشكل. الا ما توفرتش البنات غديروا 200 غرام ديال الدقيق،
ودابا غندوزو باش نخلطو هاد المكونات هادو. هنا البنات غنستعمل العجانه، ممكن نستعملو الطراد الكهربائي. اول حاجه غندير البيض هو الاول، كما كتشوفوا البيض راه مسحته مزيان من الماء، وغنضيفه هو الاول بسم الله على بركه الله. دابا غنزيد ليه واحد القبصه ديال الملح، وكنزيد سنيده. هنا البنات كما كتشوفوا راه عندي سنيده رقيقه، الا ما عندكمش هاد السنيده رقيقه غربلوها هكا باش دغيا تطلع لكم. دابا غنزيد واحد الساشي ديال الفاني، صافي البنات الدقيق مع النشا غنخليه هو الاخر والخماره. صافي البنات دابا غندوزو باش نطربوه مزيان. نسيت البنات واحد الحاجه، هي في الاول خديت المول ديالي كما كتشوفوا، غلفته بورق الطهي كما كتشوفوا، غلفته من الجناب ومن الوسط. هنا البنات عندي المول ديالي فيه في القطر ديالو 26 سنتيم. دابا غنخليه جانبان، ودابا غنطرب معكم هاد البيض هذا. هانتوما البنات كما كتشوفوا كنحصلوا على هاد القوام هذا كما كتشوفوا. انا غنقرب عندكم كما تشوفوا. هانتوما ضروري البنات طربوها مزيان حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. هانتوما البنات هذا هو القوام اللي حصلنا عليه. كما كتشوفوا البنات البيض طربناه مزيان حتى ضاعف الحجم ديالو. هانتوما دابا غنضيفوا الدقيق والنشا والخمارة. دابا البنات كما قلت لكم غنزيدوا الدقيق، وهذه المرحله مهمه البنات، هانتوما تبعوا معايا. كما شفتوا راه قبيله فاش صورت معكم المقادير غربلت الدقيق مزيان، وعاوتاني غنعاود نغربلو ضروري، غنغربلو في الغربال بحال هذا ولا في شي سباي ولا شي حاجه. المهم انا غنستعمل هذه اللي كندير فيها الدقيق، غنستعملها غندير في هاد الدقيق ديالي كما كتشوفوا بحال هاد الشكل هكا. غندير الكاس الاول هانتوما البنات. وهنا البنات غنستعملوا الفويل اليدوي ولا غنستعملوا هاد السباتولا ديال الخشب ولا هادي ديال البلاستيك اللي عجبكم. انا غنستعمل هادي. دابا البنات غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. هانتوما كما كتشوفوا كما قلت لكم هذه راه مزيانه بحال هذا الشكل هكا، كنغربلو غير بشويه بحال هكا، كنقسمو على ثلاثة ولا أربعة مرات. هانتوما البنات كما كتشوفوا دابا غنبقى نطلعو من التحت للفوق، وحنا غادي في واحد الاتجاه بحال هذا الشكل هكا. هانتوما البنات وحنا كنهزو بحال هكا. غير شويه البنات باش ما يطيحش لكم البيض. هانتوما حتى كنشوفوا داك الدقيق اختفى نعاود نزيدو الاخر. هانتوما البنات بواحد الاتجاه. هانتوما
دابا غنزيد الاخر. كما قلت لكم من التحت للفوق بحال هكا البنات، وحنا كنهزو شويه الفوق بحال هكا. ودابا البنات غنزيد النشا، غنديرها في هاد الغربال هذا. تي غنغرب لها غير شويه بحال هكا. هانتوما كنطلع غير شويه وفي واحد الاتجاه. وهنا البنات غنضيف الساشيه ديال الخماره ديال الحلوه. كما قلت لكم البنات ضروري ديروها خصوصا المبتدئات، باش الا درتو الكيك ديالكم في الفران ما ينزلش لكم ويحافظ على القوام ديالو. نتوما غنضيفوها دابا. ضروري البنات تغربوا كاع المكونات، الدقيق والنشا والخماره، باش ما يبقاوش لينا دوك التكتلات في العجين. هانتوما البنات من بعد ما دخلت كاع الدقيق في الخليط ديالنا كيولي بحال هاد الشكل هكا. هانتوما كما كتشوفوا كنحصلوا على هاد القوام هذا. هانتوما دابا غنجيب المول وغادي نصب في هذا الخليط هذا. هانتوما البنات كنحاول نسرحو بحال هذا الشكل هكا باش يعطينا كاع داك الوجه ديالو مقاد. هانتوما البنات كنحاولوا نسطحوا كامل بحال الطريقه هذه، وكنضربوا بيه غير شويه البنات، وغنشعلو غير من التحت البنات، ما غنشعلوش من الفوق، غنشعلو غير من العافيه تكون من التحت. واهم حاجه غندير هاد المول ديالي نديرو في واحد اللاطه باش ما يتحركش ليا الكيك ديالي من تحت. غنديرهم في واحد اللاطه. هانتوما البنات غنديرو في هاد اللاطه هادي. صافي هانتوما البنات دابا غندخلو الفران. هانتوما البنات كما كتشوفو النار كتكون بحال الشمعه بحال هاد الشكل هكا. ودابا غندير الكيك ديالي من الفوق بحال هاد الشكل هكا. نحاول نقدو. هانتوما البنات ما نشعلوش الفوق، نشعلو غير لتحت حتى الاخر البنات الا شفناه طاب لينا كاع من الجناب وطاب كامل عاد غنشعلو ليه الفوق غير شويه غير يعطينا داك اللون الذهبي، وديك الساعه غنطفيو عليه. دابا بقاو معايا حتى يطيب الكيك ديالنا. نسيت البنات ما قلت لكمش غنخليوه تقريبا من 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. يلا شوية غنرجع لكم ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما طابت لينا الجينواز ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا انا غنجربها دابا بواحد المسابقة قربة شوية عندي غنجربها ونشوف. هانتوما البنات الموس كيخرج ناشف. دابا اش غنديرو؟ غنطفيو عليها النار وغنخليوها تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه بما واحد السر من الاسرار باش ينجح معكم هذا الجينواز. غنخليوها في الفران باش ما تنزلش لينا، ونخليوها حتى تدفى ومن بعد غنتلقاو
باش نكملو التتيمه ديال الجينواز ديالنا. من بعد ما خلينا حتى بردات في الفران، هانتوما كتجي بحال هاد الشكل هكا هانتوما البنات. دابا غنحيدوها من هاد المولاده، صافي. دابا غنجيب واحد الشبكه باش نقلبها فيه. هانتوما البنات غنديرها بالطريقه هادي على الشكل. دابا غنحيد هذا. صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا الجينواز ديالنا كيجي بحال هذا الشكل هكا رطبه. دابا البنات غنخليوها حتى تبرد تماما، عاد من بعد غنديروها في بلاستيك غذائي، ولكن البنات ضروري تخليوها حتى تبرد باش ما تعرقش لكم، ونخليوها 3 السوايع 4 السوايع حتى الا خليتوها تبات حسن. انا غنخليها تبات ان شاء الله، ومن بعد غنشوفوا الطريقه باش غنقسمها معاكم، والطريقه باش غنعمر الجينواز ديالي. واحد النقطه البنات، ما تخليوهاش في هاد الشبكه هذه مده اطول باش ما تعلمش لكم الشبكه من هنايا. انتظروني ان شاء الله باش نقطعوا هاد الكيك هذا، وباش نوجدوا الكريمه، واحد الحشوه اللي كتجي زوينه البنات ولذيذه مع الكريمه. كنتمنى ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وكنتمنى ديروا ليا لايك، وكنتمنى كذلك تشتركوا في القناه، ديروا البارطاج. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.